فكاخي. دابا غادي ندوز باش غادي نحضر معكم السلطه ديال الفواكه. لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اموركم طيبه؟ اونسوغتروف بور اون نوفيل فيديو سيغ ما شين يوتيوب. الوغ اليوم شويه ساليت الخدمه ديالي بكريمه 3 ديال العشيه مع الصيف، النهار كيدوز شويه واش طويول والارام اللي نعملو فيه، فلهذا ناقصيني شي حويجات في الدار، قلت ما فيها باس انني نخرج نتقداهم وفي نفس الوقت انني نبارطاجي معكم النهار ديالي كيفاش غادي يدوز. اذا بلا ما نطول عليكم اي سي بارتي. حبيبي انا جبرتوني دابا نمشي لسوق الباليو، ناقصني شي اختيارات في الدار غادي نمشي نتقداهم وغادي نديكم معايا باش تشوفوا المارشي ديال الباليو كيفاش عامل. هذه هي الدخلة السوق ديال الباليو، شوفوا خيرات هكا. صافي واخا عطيني وحده، الله يعاونك. حيت انا بوحديتي كنصور، ما حيتي نسخر، ما حيتي نتقدى، ما حيتي نختار، ما حيتي نخلص الناس. المهم غادي نمشي للدار وديك الساعه غادي نبارطاجي معكم الحويجات اللي تقديت. فهمتوما معايا؟ الان غادي نبارطاجي معكم الغدا ديالي. كيف كتشوفوا هنايا قطعت البصيله بيضاء عملتها، غادي نضيف زيت المائده ماشي بزاف غير شويه، غادي نعمل 4 ديال الدروس ديال الثوم، غادي نعمل مليحه، بالنسبه للعطريه غنعمل فلفله حمراء، شويه ديال الكينون السوداني، غادي نضيف شويه ديال السكينجبير. بعد ما غسلت الجنبة ديالي غادي نزيد على المقادير كلها، وبلا ما نساو القزبر غادي نغسلو، غادي نطقطقو وغادي نضيفو على العناصر.
وعلى هذا الخليط هذا غادي نضيف طويصه ديال المكرونه. غادي نخلط العناصر مع بعضها، غادي نمرق، ومن بعد غادي نشرب عليها وغادي نخليها تطيب لمده 5 دقائق. دابا غادي ندوز باش غادي نحضر معكم السلطه ديال الفواكه اللي انا صراحه شهيتها فقط غير بالجعده، العصر ديال الخوخ، شويه ديال السكر مع شويه ديال القرفه، صافي هادشي اللي كاين. دابا غادي ندوز باش غادي نقي الجعده ديالي. حبايبي انا جبرتوني جيت من المارشي، الصراحه عييت بزاف، تسخسخت بزاف بالمعقول، حيت بقيت كندور على شي حويجات ما جبرتهمش، لكن في اخر المطاف ولله الحمد جبرتهم حيت كانوا فريمون ناقصيني في لاكويزين ديالي. المهم جيت اول حاجه عملتها هي انني دوشت حيت جيت عرقانه بزاف، قلت الصراحه ابخي لا دوش نعمل واحد الغميطه واخا غير 5 دقائق غير ارتاح فيها. وانتما كتعرفوا راه المارشي راه ماشي سهل. المهم كان البلان ديالي انني نعمل ديك السياسته ديال 5 دقائق ابخي نوض ونبارطاجي معكم الحويجات اللي تقديت او اللي خديت. فالبلان ديالي تبدل، تقلب سفها لاله، وقلت دابا غادي نبارطاجي معكم الحويجات اللي تقديت ابخي نعمل السياسته ديال 10 مينوت اولا 15 مينوت ملي نوض عاوتاني نصور لكم العشيوه ديالي. فبلا ما نطول عليكم يلاه معايا. دابا حبايبي غادي نبارطاجي معكم الحويجات اللي تقديت، وغادي نبداو اول حاجه بالمواد الغذائيه. دونك خديت جوج الكرطونات ديال الحليب. دونك بالنسبه انا في الحقيقه ما كنشربش القهوه بزاف، وانما ملي كنتشهاها كنعمل مع هذا الحليب هذا الاسم ديالو غيرفايس. الصراحه كتجي القهوه تري بيان كريمي، كتجي رائعه. انا في الغالب كنعمل حليب الشوكولات، حتى الحليب الشوكولات كيجي واو. دونك شريت قرعه ديال الزيت عافيه، خديت هاد لا كونفيتور ديال الفريز. انا في العاده كناخذ عيشه، المهم هذه مسميه لالا منانه. خديت دانات ديال الشوكولا حيت في العاده كنستعملو في لي سالاد فروي، بالخصوص البنان مع دانات كيجي كيحمق. خديت القريعات ديال الماء حيت ما كنشربش الماء ديال روبيني، جوج القريعات ديال سيدي علي. خديت العصير ديال ديس فروتا، خديت هذا فيه البنان، الخوخ، اللينغاس، العنب، التفاح، وخديت هذا ديال الخوخ كنستعملو بزاف ايضا في لي سالاد فروي. خديت الربطه ديال النعناع، خديت فليفلات كيعجبني نشويهم مع مطيشه وتويمه وبصيله كتجي شلاضه رائعه. خديت الزيوه، خديت طبيعه الحال الحاجه اللي ما كنستغناش عليها في المطبخ ديالي واللي هي التومه، خديت البصيله بيطه، وكنأكد على البصله بيطه حيت كناكلها بزاف ما بقاش الصراحه كتعجبني ديك البصله الحمراء. الفيتا حيت هاد اليومين كنت غادي نعمل لا سوب ديال اللفت بالبطاطا. الوغ بالنسبه للتويشيات اللي خديت من لا كويزين ديالي، دونك خديت هاد الباك هذا ديال الموس، هما الصراحه كيجيو فيه 4، دونك فتحتو خديت جوج اللي كنستعمل، واحد كندهن به لا كونفيتور وواحد كندهن به فروماج. دونك هاد الباكيه هذه قلت لكم كيجيو فيها 4 ديال المواس ب5 دراهم. خديت
هذه المجموعه هذه ديال المعالق حتى هي 5 دراهم. خديت هذه المجموعه ديال المشكات حتى هي ب 5 دراهم. خديت هذا العود هذا ديال الند الريحه فيه كتحمق حتى هو ب 5 دراهم. خديت هاد لي بواط هادو بغيت نعمل فيهم العطريه، دونك هاد المجموعه هادي ب 5 دراهم وهادي ب 5 دراهم. خديت ايضا هادو اللي كيكونوا في لابابوس كيجيو فيه 3 حتى هي ب 5 دراهم. خديت صفايه ب 5 دراهم. خديت هاد التويشيات هادو، دونك ممكن نحطوا عليهم كويس ديال الماء او الحاجه سخونه. فخديت هاد جوج ديال كولوريس الربيعي والصفر، الشكل ديالو حليل وعجبني بزاف. خديت هاد الطبيق هذا حتى هو ب 5 دراهم نعمل فيه الخبيزه ديالي. خديت هاد لافواط هادي ب 5 دراهم نحط فيها المشكات المواس والمعالق. خديت هاد العلبه هادي، دونك هنايا نعمل صابون ليكيد وهنايا الحلفه ديال القشور. خديت هاد لي بواط هادو كيجيو فيهم 5 ديال لي بواط كيف ما كتشوفوا بالوان مختلفه. دونك هادو الوحيدين اللي خديتهم 30 درهم. الله اكبر كبيره. دونك نستناو حتى يتسالى الاعداد وعاد ديك الساعه نكمل معكم. خديت هاد النظرات هادو كيف ما كتشوفوا لو سيسبور 80 درهم. خديت هاد الصريول هذا، دونك كيجي شويه تحت الركبه، وبهاد الطاش هادي في لو كري. دونك هذا يا اما تعملوه لو سبور يا اما تعوموا به، حيت الثوب ديالو دغيا كيبس، وخصوصا الا كان مغربي. الا كان مغربي ضربه واحده كيبس لكم. الثمن ديالو 70 درهم. دونك هاد التويشيات هادو منين خديتهم؟ خديتهم من المركز التجاري، غادي نخلي لكم الاسم ديالو هنايا، ريفاخا سنترو. بالنسبه للناس سيطوان جا في هطل ديال سوق الكورنا. لا لوكاليزاسيون غادي تجبروها عندي في صندوق الوصف. الو حبايبي، هذه هي العشيوه ديالي. كيف ما كتشوفوا هنايا عملت خبيزه بلا باشكيري. خديت جوج القنينطات ديال الجبن من الكافيه ديال منهاتن. خديت ايضا هاد جوج القنينطات هادي ديال الدجاج بالليم، وهادشي هذا كامل غادي نشربو مع لو جو ديال الخوخ. خديت هاد التويشيه هادي ايضا ماشي مريبخه سنتر وانما من جهه اخرى. كل حاجه خديتها بوحده، غير انا حاولت ما امكن انني نسق الالوان مع بعضياتهم. دونك هادي 30 درهم، وهاد المونيكو هذا الحليلو ب 20 درهم. وبالتالي حبايبي غادي نكون وصلنا لنهايه هاد الفيديو هذا. نتلقاكم باذن الله تعالى في فيديو قادم. تهلاو ليا فروسكم. السلام عليكم، باي باي.